بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح 3D موديلنج أوتوكاد، والنهاردة هنكمل شرح أوامر السوليد إيديتنج. أنا قبل كده شرحت اليونيون والسبتراكت، النهاردة هنتكلم عن انترسكت وانترفير. أول واحدة اللي هي انترسكت، واجي أرسم ريكتانجل بالشكل ده وأعمل سيركل في منتصف الريكتانجل ده، هقول له جيومتريك سنتر للريكتانجل اهي بالشكل ده، وبعدين اروح على 3D وارفع السلندر، هقول له اكسترود 10، واجي اعمل موف. هنيجي هنا على 2D واير فريم واقول له موف من السنتر ده، هرفع عندي الريكتانجل ده 5 بالشكل ده كده، يكون في المنتصف، واجي اعمل له اكسترود انتر نص كده، تمام. ونيجي نشوفها شيدد كده. انا عملت تقاطع ما بين السلندر وما بين البوكس اللي انا رسمته. طيب انا عايزه التقاطع ما بينهم بس هو اللي يظهر لي، اعمل ايه؟ هاجي اقول له انتر سكت واختار الاثنين، بيقول لي سيلكت اوبجكتس، بختار الاثنين بالشكل ده كده، وادوس بيمين الماوس انتر، اختار لي التقاطع ما بينهم زي ما احنا شايفين كده، اللي هي الاسطوانه اللي ما بينهم. يبقى انا كده جبت التقاطع ما بينهم عن طريق انتر سكت. طيب لو انا جيت عملت بوكس تاني وجيت عملت سفير مثلا بالشكل ده، وعايزه التقاطع ما بين البوكس وما بين السفير، برضو هاجي اقول له انترسكت، يبقى ده بيديني التقاطع ما بين المجسمات اللي داخله في بعضها، المتداخله في بعضها، اهو اداني التقاطع ما بينهم، يبقى ده امر انترسكت. هنروح بقى على الامر الثاني اللي هو انترفير. هاجي ارسم بوكس بالشكل ده كده اهو، واجي اخد منه كوبي مثلا كده، تمام، وادوس بيمين ماوس انتر، يبقى في هنا تقاطع ما بين الاثنين. طيب انا هغير ده كده، خليه باللون الاحمر، يبقى انا عندي اتنين بوكس. التقاطع ما بينهم ده احنا هنحدده عن طريق انترفير. ممكن نشيل الجزء المتقاطع ما بينهم او ان احنا نحتفظ بيه. هاجي بقى اقول له انترفير، تمام، بيقول لي الفيرست، بختار الفيرست ده وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين السكند وادوس بيمين الماوس انتر، جاب لي التقاطع ما بينهم وفتح لي هنا اعدادات. عندي هنا بريفيوس ونيكست، لو دوست بريفيوس اهو بيديني ايه الشكل كله بيحدده، نيكست اهو. طيب عندي زوم ان وزوم اوت، ان انا اهو بقرب وببعد بس، بعدين اكزيت، وعندي البان بحرك، وعندي الاوربت اللي هي بلفه، تمام، وبعدين ادوس اكزيت. لو انا بقى عايزه احتفظ بالجزء المتقاطع ده، بشيل الصح من جنب ديليت هنا، شايفين بشيل الصح من جنبها فبحتفظ بيها. يعني لو شلت ديليت كده وبعدين قلت له كلوز، وبعدين قلت له 2D واير فريم عشان تبان عندي، وبعدين عملت موف، شايفين قطع لي ده لوحده اهو، ممكن انا استخدمه بعد كده في اي حاجه، وهاجي اقول له موف اهو، الجزء الواحد هو موجود، بشيله بقيت بالشكل ده كده. لو انا عايزه اعمل له ديليت اقول اندو اندو، تمام، واقول له انترفير تاني، واختار الاولاني وبعدين بيمين الماوس انتر، وبعدين التاني وبعدين بيمين الماوس انتر، واخلي صح جنب ديليت هنا، وبعدين اقول له كلوز. لو جينا شفناها 2D وار فريم اهي، اقول له موف، الجزء المتقاطع مش موجود. يبقى انا شرحت النهارده امرين من اوامر السوليد ايديتنج، اللي هو
انترسيكت وانترفير. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.